وبالمناسبة إذا مفكر ومطمن بالك إنه راكيش رح يساعدك ويوقف معك، خليني لكن أقول لك شي بهمك يا زوجي العزيز، إنه عمك راكيش مثل العادة غير حلفائه وصار حليفي، لهيك بالتوفيق. بتمنى إنه نارين يكون هيدي شوي هلأ، خليني أسأل أمه عنه. هلأ بتكون الساعة 11 بريشكيش. ألو؟ ايه بوجة؟ كيفك؟ منيحة سوربي، بدي احكي مع امي. الحقيقة خالتي طلعت لبرا هلأ ونسيت موبايلها بالبيت، بس انتي وينك؟ انا هلأ بشيكاغو. سوربي بدي تقولي لامي تحاكيني ضروري بس ترجع. اكيد بوجة. سوربي طمنيني، الكل مناح؟ كلنا بخير بوجة، كلنا. طيب رح خلي خالتي تحكي معك أول ما ترجع. باي. شكراً بوجة، خليتي الأمور أسهل لما قلتيلي وين مكانك هلأ. طبعاً خالي، أنا قاعدة بشقة وكل أموري ممتازة. خالي بدي اياك تروح على ريشيكيش مره اخيره، لانه حابه انك تسالني عن نارين كيف وضعه. رح كون احسن اذا سمعت صوت نارين مره واحده. بنتي لازم تضلي بعيده لسنه، رجاءا سيطري على مشاعرك لوقتها. فهماني عليك خالي، بس أنا بدي. أنت ليش ما عم تحاولي تفهمي علي بوجه؟ ما قلت لك ما تشغلي بالك بعيلة فياس أبداً؟